يشرق صوته الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب القرآن فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي أينما وحيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة وأسعد فيها باستقبال فضيلة الشيخ إسماعيل الشرقاوي مدرس القراءات العشر. مرحبا بك مولانا. بارك الله فيكم. نعم. حفظكم الله. ومعي أيضا القارئ محمد شهيد الإدريسي الذي زارنا من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك. الله يبارك فيك. نستمع إليك فيما يتيسر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
حاضر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا محمد شهيد الإدريسي، وسأعود إليك بعد أن تستريح إن شاء الله تعالى، ومعي فضيلة الشيخ إسماعيل الشرقاوي من جمهورية مصر العربية، المصري أصلا ومغربي حاليا. نعم. إن شاء الله. نعم. تعالى. طبعا تقييمك لقراءة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فحياكم الله، وهذه تلاوة طيبة مزخرفة منمقة جميلة كالعادة من أخينا الفاضل أخ شهيد، أسأل الله أن يجعله من الشهداء. ولكن هناك بعض الملاحظات لا تقلل من شأن التلاوة ومن رونقها، ألا وهي زيادة المد الطبيعي. نعم. أحيانا عندما نقول مثلا كثيرا، إذا زاد المد عن المعتاد فكذلك ورسوله، صدق الله ورسوله، يعني نحاول مع التحقيق لا نزيد في كذلك. يعني نعم نعم يعني. تبديلا رحيمة، لأن الأمر يحتاج إلى دقة كثيرا مع التحقيق. نعم. التحقيق بخلاف الحدر بخلاف التدوير. نعم. فالأزمنة أحيانا تزيد بسبب التحقيق. نعم. والقراءات الحفلات وغير ذلك. كذلك زيادة زمن الغنة. نعم. فمنهم من زادت قليلا. أحيانا بيبقى في سكتة في وسط الكلمات، سكتة خفيفة. نعم. لا يشعر بها إلا من هو قريب من القارئ. وكذلك زاد الزمن في أو يتوب عليهم، زادت الزمن يعني ضبط الزمن قليلا إن شاء الله. ولكن طبعا الملاحظات لا تخل من لا تخل لا تخل التلاوة في غاية البهاء والحسن إن شاء الله. تعرف عليك سي محمد شهيد الإدريسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله محمد شهيد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من الحي المحمدي إن شاء الله. أعمال مدرسان في مجلس العلم الحي المحمدي عين السبع. شيوخي الذي تعلمت يعني عليهم هذا العلم، هذا الفن التجويد، محمد الشاعري نعم، ولصديق معروف وهو قارئ وطني سعيد مسلم. نعم. سعيد مسلم. نعم. وعبد الرحيم شبك وغيرهم فيعني
طالع توفيق ان شاء الله تعالى. سي محمد شهيد ادريسي وتزورنا مرات ومرات. والشيخ اسماعيل الشرقاء وانتم مدرسون للقراءات القرانيه المتواتره، كثير من الناس يسالون عن مفهوم القراءات القرانيه، هل لك ان تقرب يعني عامه الناس؟ يعني ما هو يحتاج في الحقيقه الى حلقات وحلقات يعني. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا ما تيسر منه. فالله سبحانه وتعالى أنزله هكذا بتعدد اللغات واللهجات واختلاف في تجديد والأوجه التي سنتعرض إليها الآن إن شاء الله، ليخفف على الناس، كبير والصغير والأعجمي والعربي إلى آخره. وقد جمعت اختلافات الأحرف 7 في هذا البيت أو في هذه الجملة: إعراب اسم، تصريف لغة أفعال، زيادة نقص، ترتيب قلب إبدال. نعم. هذه الاختلاف في الأحرف 7. الاختلاف في الإعراب كما في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. وأرجلكم قراءتان، قراءة أرجلكم. نعم. قراءة أرجلكم، وهذا له تأثير أيضا على المستوى الفقهي. له تأثير في الفقه، المسح أم نعم مسح رجل أم الغسل. الشافعية والحنابلة أخذوا أولا بالترتيب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، فأرجلكم معطوفة على المغسول. نعم. ولهذا قال الحنابلة والشافعية بوجوب الترتيب، وذهب المالكية والحنفية إلى سنية الترتيب. نعم. والقراءة الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا عطف على الممسوح. نعم. يعني المسح، مسح الرجلين وفوقهما الخفان. نعم. لا يقصد به مسح الرجلين كما نعم قالت الشيعة. الوجه الثاني هو اختلاف الأسماء بين الإفراد والتثنية والجمع. نعم. إلى آخره: خطاياكم، خطأتكم. نعم. كذلك والذين هم لأماناتهم، لأماناتهم. تصريف الأفعال، الإسناد إلى الماضي والمضارع والأمر كما في قوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذا أيضا. كذلك الوجه الرابع اختلاف اللغات: الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والتحقيق، كل هذه وجوه عند العرب. ولغة الحجاز الفتح، خلاف صوتي إذا شئت. نعم. لغة الحجاز الفتح، ولغة نجد تميم وقيس وأسد الإمالة. كذلك الزيادة والنقص كما في قوله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة وسارعوا. نعم. ولا يخاف عقباها فلا يخاف. نعم. إلى آخره. كذلك عندنا أيضا التقديم والتأخير: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم. قراءة ثانية: فيقتلون ويقتلون. نعم. قدم شرف قتال على شرف الشهادة. وقراءة ثانية: قدمت شرف الشهادة على شرف القتال. نعم. وكلا وعد الله الحسنى. وقرأت. نعم. أيضا: وكل وعد الله الحسنى. نعم. أيضا في الوجه الأخير معنا هنا هو الإبدال والقلب. نعم. الإبدال والقلب: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشرها من النشز وهو رفع. نعم. ترفع شيئا فشيئا ثم تركب، كيف ننشرها أي نحييها من النشر. نعم. كل هذه القراءات وكل ذلك تخفيف على أمة محمد صلى الله. نعم. عليه وسلم. هناك. نعم. يعني بمعنى هناك فوائد في تعدد القراءات، كثيرة، فوائد كثيرة جدا، رفعا للحرج على المسلمين. نعم. على سبيل المثال أذكر. نعم. مثالا، وهذا في التنمية القرآنية أيضا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كما قرأ الإمام نافع: مفرطون من الإفراط وهو الإكثار من الذنوب. وقرأها أبو جعفر: مفرطون من التفريط وهو التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقرأها البقون: مفرطون يعني من التقديم، إذا مات ولد العبد كان له فرطا إلى الجنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أتقدمكم لأمهد لكم الطريق. نعم. والذي يهلك الناس شيئان: الإفراط والتفريط. والعقوبة مفرطون أي مقدمون إلى النار. والوقاية خير من العلاج، فإذا اتقيت الإفراط والتفريط دخلت جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا، ولذلك سيأتي معنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط. نعم. زيادة في المبنى، زيادة في المعنى: يا حسرة. نعم. كما قرأ رويس وقفا. وقرأ أبو جعفر بخلف عبد الوردان: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كل ذلك يزيد في المعنى ويوضحه ويسري المعنى القرآن. نعم. نسألكم. نعم. أيضا عن طريقة أخذ القراءات، كيف نتعلم القراءة القرآنية؟ البداية بالحرف. أنا أقول لمن يتعلمون القرآن الكريم: الله سبحانه وتعالى فضلنا على سائر الخلق. كل إنسان عنده المخ، عنده الأدوات، عنده المادة، عنده الروح، عنده الطاقة، يستطيع أن يتعلم القرآن. يبدأ بالحروف، يعني مثلا طريقة نورانية، طريقة نور البيان، يتهجى التهجي الصحيح، ثم بعد ذلك يشرع في ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية بلده. نعم. إذا كان مصريا مشرقيا يقرأ بحفص، إذا كان مغربيا يقرأ بورش، إذا كان من تونس مثلا يقرأ بقالون. نعم. وهكذا. نعم. ثم بعد أن يتقن هذه الختمة حفظا وأحكام تجويد ينتقل إلى رواية أخرى أقرب
أقرب الروايات مثلا لورش قالون، أقرب الروايات لحفص قالون مثلا، وهكذا يتدرج رواية رواية قراءة قراءة حتى يصل إلى ختم القراءات العشر على شيخ. أثناء وهو يتعلم يمكنه أن يحفظ التحفة والجزرية في أحكام التجويد يعني نعم، أو السلسبيل الشافي الشيخ عثمان سليمان مراد. بعد ذلك ينتقل إلى الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله، وهو أندلسي بالمناسبة مغربي. ثم ينتقل إلى الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر للإمام ابن الجزري، هذه تسمى بالعشر الصغرى، وهي 20 رواية بعشر قراءات بعشرين راوي، يعني تستطيع أن تقول 20 طريق. ثم بعد ذلك ينتقل إلى القراءات العشر الكبرى التي دونها الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر، واختصرها في كتاب طيبة النشر، وطرقها كثيرة تتعدد حتى تقارب 1000 طريق. كلها صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا العشر المغربي، الطرق العشر العشرة الإمام نافع، وهذه أيضا صحيحة. كتاب التعريف، كتاب التعريف لإمام الداني، وزارة الأوقاف يعني الإمام. والأصل القراءات خرجت من المغرب الإمام الداني رحمه الله. فهكذا الإنسان يتدرج شيئا فشيئا، أهم شيء هو الصبر. لا بد من الصبر، منهجنا في تعليم القرآن الكريم الصبر والتدبر. إذا أراد الإنسان أن يكون إماما فعليه بالصبر واليقين. أئمة وقعت في القرآن الكريم في 5 مواضع، موضعان في أئمة الضلالة، وموضعان في أئمة الهداية، وموضع في معالم الطريق. كيف تكون إماما؟ قال تعالى: وجعلنا منهم في سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرأ حمزة والكسائي والرويس: لما صبروا. تعليلا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه فقه الحكمة فقال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. الإنسان لابد أن يتحقق بالصبر، وبالصبر وإن كان مريرا يصبح ورق التوت حريرا، وتصير الأشواك زهورا، والبيض المكنون طيورا، فاصبر تجمع كل جميل، واشكر يأتي الخير وفيرا، واغزل ثوب الصبر نظيرا، تجني جنات وحريرا. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. نشكرك الشيخ إسماعيل الشرقاوي، ونختم بما بدأنا به القرآن الكريم، ودائما مع محمد شهيد الإدريسي الذي زارنا من مدينة الدار البيضاء. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق العظيم. وكفوا أحد قرأت كفأن وكفوان فيها قراءات. نشكرك الشيخ إسماعيل الشرقاوي على حضورك معنا، وشكر أيضا خاص لمحمد شهيد الإدريسي الذي زارنا من مدينة الدار البيضاء. بهذا مشاهدي الأفاضل ننهي هذه الحلقة، شكرا لكم على وفائكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا، حتى كساه الندى.